كرة القدم تكسب تخسر، ولكن جمهور الزمالك دايما ما بيقبلش غير بالمكسب. 5 مباريات متتالية فوز، ولكن تعثر أخير أمام المصري. والله طبعا زي ما اتكلمت يا احمد، ده طبيعي في كرة القدم، مش هتكسب على طول ولا هتخسر على طول، وكل مباراة ليها نتائج مختلفة، وكل مباراة بتلعب 11 ضد 11، لكن كل نتائج مختلفة وصعب التكهنات فيها. وطبعا زي ما اتكلمت برضو، جمهور نادي الزمالك بيحب المكسب دايما، وبيحب فريقه يكون بشكل كويس، حتى مش في المكسب بس، ان ساعات كنا بنكسب والجمهور عايز يشوف كرة كويسة وكرة حلوة، وده من حقهم طبعا. لكن يعني خلاص، المباراة اللي فاتت انتهت، المباراة الأخيرة، احنا دايما بنطلع المباراة اللي بعديها على طول بعد صحيح. أي مباراة، سواء بالمكسب أو بالخسارة، دايما بنبص لقدام. اللي فات انتهى خلاص، عندنا المباراة اللي جاية في الكونفدرالية تاني يوم الأربعاء أعتقد مع سجرادة طبعا، وإحنا الحمد لله ماشيين أول مجموعة في الكونفدرالية. الفريق بيأدي بشكل منتظم الفترة اللي فاتت دي في المنافسة على البطولة دي، وماشي كويس فيها. فاحنا عايزين نركز وننسى المباراه الاخيره، يعني ده الدور طبعا اكيد بتاع الجهاز الفني اللي بيقوم بيه دلوقتي واللعيبه نفسها. مباراه الدوري مع المصري الاخيره انتهت خلاص، مش هنبص لورا ونتعلم برضو الاخطاء، يعني اكيد في اخطاء حصلت، يمكن في عدم توفيق حصل هي في دي يا المباراه كابتن، الاخيره. دي هي دي يا كابتن، دي نقطه هامه جدا، ان تحس ان الكره كانت مع عندنا اكتر من كره في العارضه. مظبوط طبعا. وبعدين طبعا يعني الكور اللي جت في العارضه ولا اكيد بتغير نتائج المباريات، وكان ممكن الجيم يتغير خالص. لكن ده وارد في كل الماتشات، كل الماتشات اللي الفرق بتلعبها بيبقى مش يومك ممكن، او كوره مش ماشيه معاك، او بيحصل حاجه ان انت يدخل فيك هدف على عكس سير المباراه، وتلاقي نفسك بعد كده محتاج انت تعوض ومفيش توفيق.